يعني هو لو حقق اي نتيجه غير الفوز انا شايف ان هم هياخدوا قرار اللي هو يمشي. على الرغم ان احنا عندنا مشكله انهم هم بعد ايام رايحين الكويت للكويت الكويتي. مش عارف هو محطوط تحت ضغط من الاسبوع اللي فات. برافو عليك. يعني محطوط تحت ضغط اللي هو لازم النتائج تتحسن والحاجات دي كلها، ولكن فريق الاسماعيلي متعودين عليه الكره الحلوه، متعودين على اللي هو يمشي كويس في الدوري الممتاز. لما احنا بنقول العناصر المؤثره في الدوري الممتاز كفرق نقول الاهلي والزمالك، وعلى طول بنقوم قايلين الاسماعيلي، فاكيد الجماهير زي حال الاتحاد مش قادرين يصبروا على مدرب. ولكن انا شايف اللي هو برضك مدرب كويس وهو اللي جايب اللعيبه، ولازم يا جماعه نصبر على المدربين. بس هو ما جابوش لعيبه بالمستوى بتاع الاسماعيلي، ده مشكله اداره اكيد بقى. انت كمدرب لازم تبقى عندك فكره على الحاجات دي. يعني انت لو مفيش لعيبه انت اللي بتتحمل كل حاجه. انا بكلمك على المدرب ياز عبد الناصر، هو كعنين يجيب لعيبه كويسه تساعده. انت ما جبتش لعيبه، هتسيب نفسك للاداره. ده الحل اللي انت بتقول عليه دلوقتي، لازم تتحمل انت المسؤوليه. لازم تتحمل المسؤوليه اكيد. يعني اكيد. طيب عامه هي مباراه للفرجه، سموحه في الاسماعيليه في ضيافه الدراويش، علي ماهر يواجه خير الدين مضوي، علي ماهر الذي اقتنص نقطه وضاع منه نقطتين في مباراه الزمالك وادى مباراه اكثر من رائعه استحق عليها الثناء والاحترام، يواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه. طموحه ان هو يجي بالثلاثه بوم لانه عايز ينافس ويبقى في مكانه تليق بسموحه. الاسماعيلي في موقف حرج، الجماهير يا كابتن اسامه قالت نروح لابسين اسود، وبعد كده ناس من العقلاء اقنعوهم نروح نشجع ونلبس اصفر، ولكن منذ مباراه